أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب إخراج كفارة اليمين على الفور ويأثم بتأخيرها؟ أي نعم، لابد من إخراجها على الفور لتبرأ ذمته بذلك، إلا إذا كان لا يستطيع أو في مكان ما فيه فقراء أو له عذر، يعني لا بأس يأخرها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.